يا جدع ايه؟ ايه الدنيا ايه؟ الدنيا تمام قوي زي الفل. تمام مفيش كاميرات ولا في اي حاجه. ولا في كاميرات والدنيا متسلكه تسليك. الله ينور عليك، انت قلبك ميت يا بت. جلجل عايزه اقول لك ان انا خايفه قوي. طنط والنبي يا طنط، طنط والنبي يا طنط، والنبي يا طنط، طنط والنبي يا طنط، النبي 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 يا النبي يا طنط، النبي يا طنط، حبايبي انتوا خلاص اخدتوا اللفه بتاعتكم بالعربيه، وكمان وزعت عليكم الاندومي، خلاص كل واحد ليه لفه واحده بس بالعربيه، وكمان ليه اندومي واحد بس. طب ندفع لك فلوس وتركبينا يا طنط والنبي يا طنط؟ لا والله يا حبيبتي ما ينفعش، هي ببلاش. طنط هو في ايه؟ احنا بنوزع اندومي وبنفرحوا الاطفال، وكمان بناخدهم لفه بالعربيه، بس كل واحد ليه لفه واحده واندومي واحد. طب انا هركب معاك. بجد؟ تعالوا ده انتوا اللفه جميله قوي، هتتبسطوا. يا بختكم يا بختكم يا بختكم يا بختكم والنبي يا طنط. يا بختكم يا بختكم يا بختكم. يلا يا حبايبي انتوا النبي يا طنط، 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 عايزه اقول لك على حاجه، انا خايفه قوي يا محمود. ارحمينا بقى، منقطينا بسكوت. يا جدع ايه؟ ايه الدنيا ايه؟ الدنيا تمام قوي زي الفل. تمام مفيش كاميرات ولا في اي حاجه. ولا في كاميرات والدنيا متسلكه تسليك. الله ينور عليك، انت قلبك ميت يا بت. جلجل عايزه اقول لك ان انا خايفه قوي. خايفه من ايه يا جبانه؟ يا جبانه امال لو كنت مكاني انت اللي بتجيبي العيال كنت عملتي ايه؟ انت شايفه كده اجمدي في ايه؟ انت عليكي تشيلي من هنا تحطي هنا، وانت روحي كملي وشوفي شغلك. يلا يلا يا بنت شيلي يا بنت. يلا تعالي شيلي البنت دي. يلا شيلي يلا يلا بسرعه. يلا دي الدنيا زي الفل، شكلها هتلعب. يلا هات ارميها هنا ورا. الله ينور عليك. مش هتأخر عليك، ثانية واحدة هتكون عندي. يلا سكر المشروط دي عندي. يلا العيال كلها هتموت وتاخد لفة. والله يلا شدي حيلك. يلا اللي بعده. يلا هو قلبك بقى في ايه مالك؟ ربنا يستر. ولا في كاميرات ولا في زفت والدنيا حلوة اهو. انا مش مطمنة. اقعدي خشي تامي في العربية. برضه. يا طنط عايزه اقول لك على حاجه، هو في ايه يا طنط؟ يا حبيبتي انا احنا بنفرحوا الاطفال كلها، انا والدبدوب الجميل ده. هنعملوا ايه؟ بنرقصوا معاكم شويه وبعد كده بديكوا اندومي وتركبوا معانا في العربيه لفه وبنجيبكم هنا تاني. يعني عايزه اقول لك على حاجه يا طنط، لو انا ركبت معاكي العربيه يا طنط انت هتديه اندومي ببلاش؟ ايوه طبعا بجد ببلاش. بجد يلا تعالوا اركبوا. طب طنط انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. انا اصلا ما ينفعش اركب معاك. ليه بس يا حبيبتي؟ علشان ماما قالت لي ما ينفعش اركب مع حد غريب العربيه، وكمان ماما قالت لي الاندومي ممنوع تكليب على الراديو. النبي يا طنط جيبيني. طنط هو انا ركبت هتوديني وتجيبيني هنا تاني؟
ايوه يا حبيبتي شغاله عند امك، اوديكي واجيبك اوديكي واجيبك، صح يا دبدوب؟ صح طبعا شغاله عند امك. ها يا حبيبتي، ها تعالي اركبي ماما معانا. كنت اركبي ده انا بقالي ساعه بستحيل عليها، ده مخليها تركبني بداله. لا قلتلك لفه واحده بس ليه. لا ماما قال لي ممنوع اركب العربيه مع حد وانا بس هركب يا طاني. خلاص خلاص يا بنت، خلاص تنفعك. يلا يا حبايب يا بختك يا بختك. يلا يا حبايب اركبي يا حبيبتي اسمعي الكلام. يا انتوا النبي يا طاني، يا اصحابي يا اصحابي لا تركبوا. خلاص يا حبايبي بقى، يلا يا حبايبي اركبوا بسرعه. يلا اركبي يا حبيبتي يا بختك. تعالي اللفه خمس دقايق بالظبط. لا يا اصحابي ما تركبوش يا اصحابي، انت حره. اركبي يا حبيبتي، انتوا النبي يا طن، انتوا النبي يا طن، انتوا النبي يا طن، انتوا النبي يا حبيبتي اركبي. لا انا بسمع كلامك. مين بقى؟ مالك يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ طنط مش هتقدر تركبني العربيه الحمراء تاني. ليه العربيه الحمراء دي حلوه قوي يعني؟ ايوه حلوه قوي. ايه ده بجد؟ وعامله زي الطياره. عامله زي الطياره كمان؟ اه. وكمان عايزه تركبيها يعني؟ حلوه قوي. حلوه قوي. طب الله. اقول لك على حاجه، طنط بقى بتاعت العربيه الحمراء قعدت تتحايل عليا وتقول لي والنبي تعالى اركبي معايا العربيه، والنبي تعالى اركبي معايا العربيه، وانا قلتها لا مش راكبه. بس اقول لك على حاجه، انت خليتيني لا عايزه اروح اركبها. وفيها ايه يعني؟ انا اخد لفه بسرعه ومصحيه زي الطياره. اه زي الطياره. انا اخد بقى لفه بسرعه عادي يعني، فيها ايه؟ بس عايزه اقول لك على حاجه، هو انت في مدرستين؟ ندى واحمد. ندى واحمد، وانا برضو في مدرسه ندى واحمد، بس اول مره اشوفك. وانا برضو. طب ماشي خلاص، هروح بقى اجرب العربيه الحمراء. محمود والنبي يا محمود. يلا بينا، انا خايفه. مش كفايه اربع عيال؟ يلا بينا. اقول لك على حاجه، اخر مره تطلعي معايا شغل، خلاص ما تطلعيش معايا شغل تاني. ماشي حاضر. عشان انت بتقفلي اي حاجه، لكن في الفلوس هات هات هات. ها وفي الاكل بقك قد كده، في الاكل في الجمبري وفي السمك وفي اللحم بقك قد كده. خلاص يا محمود والنبي خلاص، اخر حد اللي جاي ده هنقفلوه خلاص. انت فقريه. يلا بسرعه والنبي. نعم يا حبيبتي. هي فين طنط بتاعت العربية الحمراء؟ ليه ليه ليه؟ أصلا الصراحة عايزة أركب معايا. زمانها جاية زمانها جاية زمانها جاية. هي يا ولا بابا قوم ما تضيعش الوقت. الأجازة جاية. الأجازة جاية. يلا يا بابا قوم ما تضيعش الوقت. يا بابا مش هتنام. لا يا بابا مش هتنام. يا بابا أنا زهقان. يلا حضرني أوام. صفيتين ولاد البيت شغال شحات. حد أربعة وخميس أنا شغال معيش. بس يوم الجمعة بيجي، أنا يوم الجمعة بيجي مش بنزل من بيتنا. شايف من كل شباب عمرتنا مش بنزل من بيتنا. شايف من كل شباب عمرتنا. ويا لهوي لو شافوني، ويا لهوي لو شافوني هيذبحوني في نص الحتة. الحالة ده انت ده بعمل ايه؟ مفيش جنيه ولا ربع جنيه. حد يدي تكلم حظي اقوله كلمة تعرفه ايه؟ انت بقى يا حظ، انت بقى يا حظ. طنط عايزة اقولك على حاجة. قولي يا حبيبتي. انا الصراحة يا طنط عايزة اركب معاكي العربية وتسديه واحد امضي. لا يا حبيبتي خلاص خلصنا. ايه يا طنط والنبي يا طنط والنبي والنبي والنبي. مش خلصنا يا دبدوب ولا ما خلصناش؟ لا عشان خاطري، عشان خاطري خلصنا يا دبدوب. عشان خاطري ما تزعلهاش. ما حيلت عليها يا دبدوب وهي ما ردتش. هي عرفت غلطها، هي عرفت غلطها. معلش بس ينفع اقول لك على حاجه؟ قولي. انا مش شايفه اصحابي يعني وانا نازله في العربيه. هما فين اصحابي؟ هما اصحابك نازلوا في نص السكه. نازلوا في نص السكه؟ ايوه. ما انت لو كنت جيتي معايا كنت نزلتي معاهم في نص السكه. والنبي يا طنط، والنبي يا طنط، والنبي يا طنط. ايه انا بضعف قدام الاطفال قوي يا دبدوب. يا طنط والنبي يا طنط. خلاص ضعفت قدامي، خدي الانمي وتعالي خدي لك. يا بختك يا بختك.
قوي كده. بصراحه يعني المفروض انا رايحه اوصلها المدرسه واجيبها من المدرسه بدل القلق اللي انا فيه دوت. انا ورايا ايه بدل ما تروح مع صحابها؟ اروح انا اوديها احسن. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. واحده بس المره دي ليه؟ اهي جت كده شبطت فيا. احنا مش هنكملوا شغل النهارده تاني خلي ليه بس؟ ما الدنيا متسهله زي الفل. عشان الفقيريه اللي معايا دي. اصلا يا بنتي بطلي جمله. قلت لك لو انت مكاني هتعملي انا زي العبيط في الشارع ولا في كاميرات ولا في حد شايفني. يا عبيطه قوي. مشوني ورجعت تاني. انا خايفه مش هطلع معاكم في عمليات. لا احنا بكره في محطه تاني. احنا خلصنا النهارده كده. وحسابي يا اسطى. اخر النهار هبعتهولك. تمام؟ تمام. سلام يا باشا. شكرا يا ريس. اركبي. في الفلوس هات اطبعك في العجله دي كده. اركبي انت فقريه. في الاكل بس هات واضح. لكن في الشغل مفيش شغل. ما باخدش ما استفدش منك في حاجه.